كابتن طارق السيد يقول لنا الكلام اللي انا بقوله صح ولا مش صح. كابتن طارق طول عمرك بتقول كل الكلام حبيبك صح. كابتن طارق ازيك عامل ايه؟ اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله والله. شفت المباراه النهارده ازاي؟ لا اول طبعا قبل اي حاجه بنبارك لجمهور نادي الزمالك وبنبارك لمجلس اداره نادي الزمالك ولاعيبه نادي الزمالك والجهاز الفني نادي الزمالك بالشكل المحترم اللي ظاهرين بقى عليه الماتشات اللي فاتت والماتشات بتاعت من دول. اعتقد نادي الزمالك وصل لمرحله الوقت من الانسجام ومن الراحه النفسيه بتاع اللعيبه والهدوء حوالين الاجواء الفرقه. خلت كلها يعني يمكن تاني ماتش ليه تحس ان هو مش بعيد، تحس ان هو موجود في الصوره، تحس ان هو ما عندوش مشكله بنفس السيستم ونفس النظام اللي شغالين اللي شغال عليه الفرقه هو برده بيشتغل عليه. كابتن طارق انت انت ما تشوف دكه الزمالك بره تعرف الزمالك بيكسب ليه او بيكسب بسهوله ليه؟ ده اللي انا جاي لك فيه. النهارده الراجل بدا يدي للناس اللي بره، يعني بدا يدخل مصطفى فتحي من الماتش اللي فات عمل الجون الثاني لنادي الزمالك وطلع الماتش مكسب، زائد ان النهارده بيدي له النهارده برده ثاني. النهارده توظيف عبد الله جمعه بشكل مبهر بالنسبه لي. انا اللي بقى كنت لسه اسالك رايك في عبد الله جمعه. لا النهارده بيقول انا العب اي مركز، يعني عبد الله جمعه النهارده ممكن في الفتره اللي جايه نادي الزمالك ما يشتريش باك ليفت. طب بس لو فرقه لو بتلعب مع فرقه تقيله وبتهاجم برضه ما فيش مشكله؟ والله انت لو ملاحظ يا استاذ احمد الماتش اكيد حضرتك واخد بالك من كده كويس قوي. هتلاقي عبد الله جمعه هجومه هي الكره اللي عملها الكروس باس الجون الاولاني تمام، انما بيدافع كويس قوي، بيدافع كويس قوي، عايز بس ايه حتى التغطيه العكسيه بقى بيعملها كويس مع الماتشات عبد الله جمعه يعني هيبقى حاجه كويسه جدا، يعني هيتقل اكتر من كده كمان. فانا بقول بصراحه دلوقتي نادي الزمالك ممكن ما يفكرش يشتري باك ليفت تاني. تمام. زائد طبعا يعني 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 انا شايف برضو ان احنا بقى فعلا عندنا اقوى هجوم في الدوري. اللعيبه بتاعت نص الملعب بقت بتجيب اجوان اكتر من الفراوده اللي موجوده وديبيزا، عدد اللعيبه اللي جايبين عدد اهداف كبيره. النهارده هتلاقي كهربا 6 اجوان، اوباما 6 اجوان، محمود علاء 7 اجوان، يعني مش واحد بس اللي بيجيب ولا 2 ولا 3، لا وفي بعديهم كمان تاسي بدا يخش اهو، عمر السعيد النهارده اي حد بيجيب جون يا كابتن، اي حد بيجيب جون. بقى في انكار ذات، يعني الجون الثالث النهارده كهربا، الجون الثاني النهارده كهربا بدل ما يطمع ويروح هو على الجون بيعملها لعمر السعيد بالعرض بشكل كويس. في انقراضات بين اللعيبه وبعضها ودي الروح اللي موجوده، كل اي لعيب بيجيب جون كله بيجري عليه بشكل محترم، كله بيفرح. الدكه قويه جدا، دي قوي قوي، يعني ده حاجه احنا كنا، والروح بتاعت الدكه يا كابتن لما بيجيب جون بتفرق، انت لعيب وعارف لما الروح اللي بتبان مش كده؟ اكيد فاهم قصدي طبعا، يعني المهم في الكلام اكيد طبعا الروح دي اساس، ان مفيش حد بيبقى زعلان ان هو قاعد ولا مقموص ولا لو الدكه روح على الفرقه، ودي تحمد لمستر جروس، يعني هو اللي عمل دي. يعني برضه خد بالك مستر جروس النهارده بدا يحط ايده خلاص على كل حاجه في الفرقه وبدا حتى بيعامل اللي انا عارفه من الخلفيات يا استاذ احمد ان هو بيعامل الناس اللي بره كويس قوي، قوي قوي، حد وحش يعني. ودي ميزه المدير الفني الكبير اللي هو طبعا مهم جدا ان انت تحتضن الناس اللي بره قبل اللي جوه، عشان اللي بره ده مهم جدا، ممكن اللي بره ده يبقى سبب خساره او تعادل أو اي حاجه للفرقه لو قاعد زعلان او قاعد مكشر او 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 او. نادي الزمالك ربنا يوفقه الفتره الجايه ويستمر بالشكل ده ويسعد جماهيره ويسعد مجلس ادارته ويسعد الناس القائمين على الكوره في نادي الزمالك، وان شاء الله الدوري للزمالك النهارده ان شاء الله. ان شاء الله كابتن طارق احنا سؤالنا للجمهور او للساده اللي هيتصلوا بينا بعد شويه، يعني هل الزمالك محتاج صفقات في يناير؟ هل الزمالك ده نص السؤال، هل الزمالك محتاج يرجع شيكابالا او باسم او مصطفى محمد؟ بص يا استاذ احمد، هو لو هنفكر في مركز شيكابالا مش يعني ايه، يعني مش مركز باسم ولا مركز مصطفى محمد. تمام. انا شايف ان نادي الزمالك ناقصه فيرود، يعني عايز فيرود قوي بنوعيه مصطفى، يعني لو مش هنجيب حد افريقي قوي، احنا عندنا ابننا مصطفى محمد ماشي كويس قوي كل فرقه بيروح يلعب فيها. واتمنى ان الراجل يتابعه كويس الفتره دي، وانا اعتقد ان الراجل لو تابعه كويس وشافه اعتقد ان الراجل مش هيفرط فيه وهيجيبه وهيرجعه في يناير. لو رجع مصطفى محمد ممكن ما نبقاش محتاجين صفقات تاني، لان ده برضه خد بالك يا استاذ احمد
ده مواليد 97 يعني متأيد المفروض ناشئين، اه معمول له عقد وكل حاجه بس مش هياخد مكان في القائمه، دي حاجه. الحاجه الثانيه مش 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 يعني مش هيخلينا نجيب افريقي قوي وتمشي حد من الافارقه اللي موجودين اللي انت ممكن تكون محتاجهم، زي مثلا كاسونجو لما حميد احداد يلعب ويرجع تاني. والله حميد احداد لعيب كويس يا كابتن، انا عارف ان الراجل مفيش وقت ومفيش مكان. بص الراجل مش يعني، كل الناس كانت بتسال على مصطفى فتحي، مصطفى فتحي دخل دلوقتي وبدا يخش. الراجل على فكره بيعتمد في شغله على الماتشات الوديه اللي بيعملها تاني والتزبيط يوم التشكيل برضه، وزاد ان انا بكسب بفرقه. استاذ احمد عايم دير فني بيكسب بفرقه 100% مش هيبقى عايز يغير فيها كتير، وده مهم جدا بالنسبه لاي مدير فني. انا بكسب بفلان، طب اقعده ليه؟ ما الدنيا ماشيه بيه وبكسب والامور ماشيه كويس. لما فلان ده يخش ويبقى كويس اكيد 100% هفضل اديله يعني. زائد ان خلاص بقى يعني، موضوع ان انا دلوقتي هقول فين فلان وفين علان دلوقتي يعني، الموضوع ده دلوقتي لا خلاص ما يعني. لا ما دام الفرقه بتكسب ما حدش يقدر يتكلم، ما حدش يقدر يتكلم، لا لا خالص. وبالمناسبه مصطفى محمد برضو يعني مستر اجري معلومات ان هو هيضم المعسكر اللي جاي، فده برضو هيرفع من معنوياته. تبقى حاجه كبيره جدا بالنسبه له، وتبقى حاجه كبيره جدا بالنسبه لنادي الزمالك ان ولد عنده مواليد 97 من ناشئين الزمالك طالع اعاره يروح منتخب مصر الاول وفي الاعاره اللي هو فيها، دي حاجه تبقى انت كده كده مصطفى محمد لعيب دولي على فكره. طبعا منتخب شباب اصلا، منطقين مصطفى لاعب منتخب الناشئين مع الكابتن معتمد جمال، وبعد كده دلوقتي منتخب اولمبي مع الكابتن شباب، منتخب شباب شباب وبعد منتخب اولمبي، لعيب دولي طبعا مش بعيد عن ان هو يبقى منتخب مصر الاول. وانا اعتقد ان مستقبل مصر في الكوره استاذ احمد بدون تحيز لاي حد وبدون تحيز لاي حاجه في مركز الفيرويد مصطفى محمد وصلاح محسن. كابتن طارق اتفرجت على ماتشات النهارده اللي قبل ماتش الزمالك؟ اتفرجت على دجله واتفرجت على بتروجيت وسموحه. لا انا عايز اتكلم على دجله، ماتش دجله تحديدا وحرس الحدود. انا برضو انا عايز اقول ان الكابتن طارق العشري بيثبت ان هو مدرب كبير وثالث انتصار على التوالي وبيكسب فرق كبيره جدا، بيكسب الاسماعيلي، بيكسب المصري، بيكسب دجله اللي هي النهارده بقى لنا اسبوع بنتغنى بالفكر بتاعها والمدرب بتاعها. هل بص يا كابتن، هل الكره استحواذ ولا اهداف؟ يعني انا برضو فكرني النهارده دجله بكابتن ايهاب جلال لما كان في الزمالك كان استحواذ، كنت بتستحوذ بس انت ما بتجيبش اجوان، فانا عايز نوضحها للناس برضو. النهارده فرقه دجله علامه استفهام بالنسبه لي، ادائهم وحش قوي. هل الولد بتاع نص الملعب اللي ما لعبش النهارده بتاعهم هو ترمومتر الاداء؟ هو ترمومتر الاداء طبعا، بس مش للدرجه دي يعني. بس انا ما هو بص يا استاذ احمد، لما تيجي تقيس كل الماتشات اللي هي اللي فاق فيها دجله هتلاقي ان الولد ده بيعمل كل حاجه في الملعب، في نص الملعب بتاع دجله. هو في طريقه الاستحواذ اللي بيلعب بيها الراجل اليوناني بتاع دجله، ان محتاج لعيب من نوعيه فرجاني ساسي اللي هو بيقوم بالدور التوصيل الكوره لقدام. تمام. النهارده اللي دجله عامل استحواذ بس ما عندوش اللعيب اللي هو بيدي الكوره لقدام ثرو باص بيعرف يوصل بيها لعيب الجول، ودي شفناها في ماتش اللي فات بتاع دجله، مش النهارده لا الماتش اللي فات، ان الجونين اللي جابوهم ماتش فرقه دجله في المصري اعتقد كان المصري يا استاذ احمد كان اللعيب ده بيعمل الثرو باص اللي هو القدام الطويل مع محمد محمود اسمه استاذ احمد صح؟ اللي هو بتاع نص الملعب ايوه اللي الاهلي عايزه هو ده اللي بيعمل الثرو باص الامامي سواء للباك رايت او للفيرود الافريقي بتاع دجله. النهارده ما كانش موجود، كان ساب اثر كبير جدا، انما فرقه دجله فرقه محترمه بتستحوذ كويس قوي، بس كان ناقصها الحته دي النهارده. بس ده ما يمنعش ان طارق عشري مدرب كبير اكيد النهارده بتكسب ثلاث فرق ورا بعض، المصري واسماعيلي ودجله، ثلاث فرق كبار، ثلاث فرق بقوا يعني الاسماعيلي والمصري دلوقتي محطوطين في موقف صعب جدا بعد النتائج السيئه اللي معموله الفتره الاخيره، وان حرس الحدود يبتدي يخش وسط الجدول بعد ما كان اخر الجدول في الفتره الاولانيه بتاع الدوري الممتاز. دي نقله كويسه جدا 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 بالنسبه لفرقه حرس الحدود. دجله وبتروجيت يا كابتن، يعني هل تغيير المدربين ممكن ياثر على الفرقه بالايجاب او السلب؟ والله انا يعني طبعا كابتن طارق يحيى ده كابتني ومدربي طبعا وراجل من المدربين اللي انا بحترمهم جدا جدا، بس النهارده انا شفت سموحه
مش عارف يعني، حاسس ان فرقه سموحه فرقه النهارده مش فايقين، الولاد اللعيبه مش فايقه، ده اللعيبه صحيح. مش حاسسهم قوي. على العكس بقى فرقه بتروجيت، اللعيبه النهارده ما اعرفش، واضح ان هم بيغلوا على الكابتن طارق يحيى زياده عن اللزوم ولا حاجه، فايقين جدا جدا جدا، بيعملوا كل حاجه في الكوره، بيلعبوا كوره غريبه جدا، كوره حلوه النهارده فرقه بتروجيت، بيعملوا كل حاجه في الكوره. فكان في فوقان، وبرده كان في عدم توفيق لفرقه سموحه، في فرص ضاعت يعني اعتقد كانت سهله، كان ممكن تخلي الماتش يرجع تاني في النتيجه 1-0، انما لا، فرقه بتروجيت النهارده افضل من فرقه سموحه بكتير جدا جدا. كابتن طارق نورتني وشرفتني، ودايما بسعد بلقائك معانا.